السلام عليكم متابعي الكرام، جيسبر تكونوا بخير اون فورم. وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو، الاسطوره الايطاليه ديال الدفاع ماركو ماتيرازي اعلنها بكل وضوح شكون هو احسن لاعب في افريقيا حاليا في واحد الحوار مع قناه الكاس. نقول لكم بعدا خبر زوين على اشرف حكيمي. المهم كاين جوج اخبار في هذا الفيديو كلها كتعلق بحكيمي، نبداو بالتفاصيل. بالنسبه للخبر الاول هو ان تختاروا احسن اربعه ديال اللاعبين في افريقيا، وشكون اللي غادي تختار منه؟ كاين ادوارد ميندي الحارس السنغالي وديال تشيلسي اللي فاز بالشامبيونز ليغ وبالسوبر الاوروبي وخدا احسن حارس في اوروبا. ثاني واحد كاين رياض محرز اللي توج بالدوري الانجليزي الممتاز وطاح في الفينال مع تشيلسي اللي خسروا، وكاين محمد صلاح اللي ما توج بتلقب لكن كان هو ثاني هدف في الدوري الانجليزي الممتاز بعد هاري كين. وكاين عندنا المغربي اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان واللي توج مع الانتر بالدوري الايطالي. رايي الخاص هو ان ادوارد ميندي هو الاوفر حظا بحيث توج بالشامبيونز ليغ واحسن حارس اوروبا. حكيمي تو تالق لكن توج دور ايطالي ما كافيش بحيث الشامبيونز ليغ تيلعب دور كبير في بحال الاختيارات وهاد الاستفتاءات. ودابا نعطيكم الخوت شنو قال الاسطوره الايطاليه على احسن لاعب افريقيا حاليا. كشفت قنوات الكاس القطريه عبر حساباتها على موقع تويتر عن بعض التصريحات التي ادلى بها ماركو ماتيرازي، ومن سولت المذيعة سؤال شكون هو احسن لاعب في قارة افريقيا ديال هاد العام، قال لها ماتيرازي بلا تردد ارى انه محمد صلاح. وكيبقى الراي ديالو بالنسبه ليا راي عادي بحيث ان اشرف حكيمي وصلاح هما اللي حاكمين افريقيا حاليا حيث كيقدموا مستويات كبيره في اوروبا. كنتمنوا حكيم زي سوى رجع للواجهه وتالق. اش بان لكم في الراي ديالو وعلاش اختار محمد صلاح بالنسبه لكم رغم انه ايطالي وتفرج مزيان في اللعب حكيمي مع الانتر، وايضا هو ديجا اسطوره ديال فريق الانتر على مستوى الدفاعي، وهذا اللاعب هو اللي كان نطحو زيدان في 2006. هذا ما كان اخوت، كان معكم الاخ الكمروان وتهلاو لي فراسكم.